يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لبس الحلقة والخيط أمر بسيط لا ينبغي التشديد على من فعله؟ لا، ما يجب التشديد على من فعله، لأنه اعتقاد بغير الله، يعتقد أنها الخيط أو الحلقة أنها تشفيه من المرض أو تدفع عنه المرض، فلا يجوز هذا. كما تعلمون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد بابا لهذا، باب لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء أو رفعه، وأورد الأحاديث في هذا الباب، راجعوه. نعم. يقول فضيلة الشيخ، باب من الشرك، قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه. نعم.